السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. أولا بس قبل ما نخش في موضوع النهاردة، أحب أبارك لكم على حلول الشهر الكريم، وإن شاء الله ربنا يدخل عليكم بالصحة والعافية ليكم ولأسركم الكريمة. وأحب أرحب كمان بالناس الموجودة جديدة معانا في القناة، وإحنا طبعا القناة بتقدم منح وفرص دراسية، فلو حابين تشوفوا كل هذه الأشياء ممكن تدخلوا على القناة، هتلاقوا منح وفرص كتيرة جدا وقوائم تشغيل خاصة بالتدريب الدراسية، خاصة بالمنح الدراسية وما إلى ذلك. وطبعا كنا من 3 شهور بدأنا عملية التقديم، تمام، أو وفرنا خدمة، وخدمة التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها تقدر طبعا تقدم من خلالنا بشكل احترافي، وإحنا لسه مستمرين إن شاء الله في هذه الخدمة. ولكن إحنا النهاردة قررنا إن إحنا نضيف خدمة جديدة، هتكون خدمة ممتازة وهتكون خدمة إن شاء الله مفيدة لجميع الناس. طبعا في ناس كتير اتواصلت معانا ان في اوراق مثلا بتكون ناقصاهم، زي خطابات توصيه، زي خطابات نيه، سي في مثلا مش كويس ومحتاج تعديل، او ما عندوش سي في اصلا، ففي حاجات كتير ناقصه، او مثلا ورقه مش كامل. فاحنا قررنا ان احنا نعمل خدمه تكون كامله، اللي احنا نشيك لك على الورق كله ونوفر لك كل الاشياء اللي انت محتاجها. طيب الخدمه دي هتكون ايه وهتوفر ايه؟ الخدمه دي هتكون اللي هي اللي احنا هنجمع لك كل الاوراق اللي ناقصه منك، وهتوفر لك اولا هنوفر خطاب هنوفر 3 خطابات توصيه، تمام. ال3 خطابات طبعا هتكون مكتوبه بصيغه ممتازه جدا، هتكون ممضيه محطوط فيها التاريخ وبيانات الشخص اللي هيعملها لك. طبعا ناس كتير بتلاقي مشكله في الحصول على خطاب التوصيه، مثلا ان لازم يروح لدكتور مثلا في الجامعه ان هو ياخد منه خطاب التوصيه، او من شخص صاحب عمل، فدي مشكله. فاحنا قررنا ان احنا نوفر الخطابات دي تكون بصيغه كويسه وممضيه وكل شيء، مش هينقصك شيء، وهتكون كمان مش خطاب واحد، لا ده هتكون 3 خطابات. الحاجة التانية كمان اللي هنوفرها هي خطاب النية. طبعا خطاب النية ده من أهم الأشياء المطلوبة في المنح، نظرا إن لازم يكون بصيغة كويسة خالي من الأخطاء، لازم تتكلم فيه أنت ليه بتقدم للمنحة دي، تتكلم عن التخصص بتاعك، إيه الفايدة اللي هتستفيدها من المنحة دي فيما بعد، فلازم يكون بشكل احترافي، وده برضو إحنا هنوفره له. الحاجة التالتة كمان اللي إحنا هنوفر لك سي في باحترافية عالية على الطريقة الأوروبية، يعني هنعمل لك سي في هنكتب فيه كل خبراتك، كل المؤهلات، كل هذه الأشياء، فهيكون حاجة ممتازة جدا. رابع حاجة كمان هنوفرها ان احنا هنشيك لك على الورق كله، تمام، ومثلا نقول لك الورقة دي مثلا انت محتاج تترجمها، مثلا الورقة دي انت محتاج تعمل فيها ايه بالظبط، او ايه الاوراق اللي ناقصة منك ومحتاج انك تضيفها، تمام. كمان هنوفر الاستشارة في المنح، لو مثلا في منحة انت عايز تقدم ليها، مثلا في سؤال عايز تسأله بالنسبة للمنح، كل ده احنا نكون موجودين معاك فيه. كمان بالإضافة هنقيم لك الورق بتاعك، بالنسبة لو الورق بتاعك مثلا ناقصه شيء، بالنسبة مثلا تقييم الورق ككل، مثلا هل الورق ده مثلا كويس بالنسبة للتقديم في منحة أو القبول فيها، مثلا درجة القبول اللي أنت ممكن تحصل عليها، أو مثلا ممكن تتقبل في المنحة أو لا، لو قدمت بالأوراق اللي معاك. فإحنا كل ده هنحاول نقيمه ونقوله لك، وإزاي كمان تعلي من فرصتك في القبول، كل ده هنحاول ان شاء الله نظبطه لك. بالاضافه كمان كل الاوراق اللي انت تبعتها لنا احنا هنشيك عليها، وبعد لما نخلصها خالص نعملها لك في ملف PDF كامل محطوط فيه خطاب التوصيه، السي في، كل شيء هيكون في ملف كامل. خلاص انت معاك الاوراق بتاعتك كامله، تقدر تقدم بيها في اي منحه، والخدمه دي هتكون خدمه مميزه جدا، هتوفر كل حاجه ليك بحيث انك تقدر تقدم لاي فرصه او اي منحه. طيب طبعا كل الاشخاص يقدروا يقدموا في الخدمه دي. بالنسبة بقى لتكلفة الخدمة دي، الخدمة طبعا هتكون غير مجانية، نظرا ان لازم يكون جدية الشخص موجودة في الموضوع، يعني مثلا لو احنا عملناها بشكل مجاني ممكن ما بقاش في جدية، ممكن مثلا الناس معاها الاوراق كاملة بس ممكن تقول لنا لا اعملوا لنا مثلا زيادة او كده، فاحنا عايزين الاشخاص اللي محتاجة الفرصة دي، فالجدية هتبان من خلال الرسوم اللي احنا هنطلبها في الابليكيشن، تمام. طيب الرسوم اللي احنا هنطلبها في المنحة دي هي عبارة عن $50، تمام، هتتدفع، وكل الاشياء دي كلها الاوراق وما الى ذلك، واللي عمل لك تشيك على الاوراق هتخلص لك كلها بالرسوم دي اللي هي ال$50. طبعا في ناس ممكن تطلع تقول طيب انا مش محتاج كل الاوراق دي، انا محتاج حاجه بسيطه، سي في مثلا، خطاب توصيه مثلا، محتاج خطاب نيه، تمام. احنا اصلا بنوفر الحاجات دي مجزاه، بس طبعا بتكون تكلفتها عاليه، يعني مثلا ممكن على سبيل المثال خطاب النيه بيتكلف مثلا $10، السي في نفس النظام، فبالتالي احنا وفرنا الخدمه دي عشان التكلفه ما تبقاش كبيره عليك، كل حاجه تخلص لك بالاضافه للاستشاره ونعمل لك تشيك على الاوراق، كل ده هيكون بتكلفه $50 فقط، تمام. ولو انت بقى عايز الحاجه مجزاه طبعا هتكون التكلفه اغلى، فبالتالي احنا وفرنا لك الخدمه دي عشان تكون ميسره لك. طيب ازاي ممكن انك تقدم معانا في الخدمه دي عشان نخلص لك كل الاشياء دي، تمام. هتلاقوا في اسفل الفيديو ده استماره موجوده، طبعا الاستماره دي هتلاقي فيها بعض التفاصيل، اكتب اسمك ودولة الاقامه اللي انت موجود فيها، ورقم التواصل معاك، رقم الواتساب عشان نتواصل معاك ونرتب معاك كل شيء.
ومن خلال لما تمنى الاستمارة دي ان شاء الله بحد اقصى يومين ويتم التواصل معاك. بس احب اكد ان الاشخاص اللي تملى الاستمارة دي او اللي عايز الخدمة دي تكون اشخاص جدية فقط. يعني مثلا انت لو مش جاهز لدفع الرسوم او لو مش جاهز مثلا ان احنا نعمل لك الخدمة دي دلوقتي، خلاص ما تملاش الاستمارة، ممكن بعدين. بس لو انت جاد في التقديم او جاد في الخدمة دي اللي احنا نعملها لك، يبقى خلاص تملى الاستمارة وان شاء الله نتواصل معاك ونجهز لك كل شيء كاملة. تمام، ده بالنسبة للخدمة الجديدة، والخدمة دي ان شاء الله هتفضل مستمرة معانا، مش هيكون ليها ديدلاين او اي شيء. وفي النهاية ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق وبإذن الله يكون الخير لكم.